يقول في قوله سبحانه هل هن كاشفات ضره، يقول هن بضمير الإناث، يقول لما لم تأتي بضمير الجمع وبضمير المذكر مع أن الأصنام هي جمع ذكور؟ الأصنام مؤنثة، اللات والعزى ومنات كلها مؤنثات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الأصنام كلها مؤنثة. نعم.